هسه اليوم شنو مطالبكم واكو اكو دوام بالتربيه لو ماكو؟ لا ماكو دوام بالتربيه، احنا هاي التربيه انسدت بعد مال مطالبكم اصدار الامر الاداري لهاي الشريحه متظاهرين احنا محاضرين محاضرين واداريين 2020 احنا عددنا المحاضرين 10,000 التربية والمدير التربية جاب لي 20,000 ما تعرف منين ما منين، احنا المفروض هي 10,000 وتنسد، انت من جبت لي 20,000 وين تخليهم هذولي؟ المفروض من العشر ونسدها وانتهي. هذا الملف جاء في عام 2020 وملف كامل وفيه اجراءات ادارية من قبل وزارة المالية وزارة التربية الاتحادية، والملف متوقف من عام 2020 الى حد الان، متوقف عند مجلس المحافظة ومديرية التربية ديوان المحافظة وديوان محافظة البصرة. وقبل تقريبا أكثر من سنة خرجنا بمظاهرات، ليست الأولى هذه المظاهرات، بل هذه أكثر من أقول 10 أو أكثر من 10 مرات نحن نخرج ونتظاهر ونطالب بحقوقنا. غلقنا مديرية التربية وغلقنا مجلس المحافظة، وقبل أيام اعتقال السيد محمد الموسوي ممثلين الأبطال، السيد محمد الموسوي والسيد علي المحمداوي. مطلبكم اليوم شنو؟ مطلبنا أولا الإفراج عن السيد محمد الموسوي ممثل المحاضرين والتربويين وعلي المحمداوي وإكمال إجراءات الملف وإعطاء الأولوية للمتظاهرين. احنا متظاهرين ومحاضرين 2020، تظاهرنا ب 2020، بدينا بالمحاضرين واداريين من 2020، عندنا تأييد خاصه وعندنا اسماء مسجله بالمدارس، صارت 10,000 اصدرها المحافظ، جبنا تأييدنا وقدمنا حسب الوصول، لا تابعين الاحزاب، لا تابعين التزوير، لا تابعين لاي بشر كان، احنا تابعين المدارس خاصة حكومية ضمن تعايد صادرة من المدارس، طالبونا بإصدار أسامينا وما أدري شلون، سوينا ملف، اليوم تظاهرنا لإصدار الأمر الإداري الخاص بينا بهذا الملف. فإحنا مطلبنا أول شيء قبل الأسماء مالتنا وقبل العقد يطلقون سراحهم، لأنه هذول هم الناس وعندهم عوائل، هاي الأمر الأول. والامر الثاني هاي الناس كلها لا عندها حزب ولا جهه سياسيه، لذلك هذا التسويف من مديريه تربيه البصره ويقولون هذا الملف ما موجود وكذا وهذا الملف فيه تزوير. زين انتم اللي طلبتوا من عندنا تجيبون اوامر، قلتوا جيبوا اوامر قبل مباشرة. نعم مباشرات قبل 1/5/2020 واحنا جبنا المباشرات من مدراء المدارس، والامر مالتنا لا بيه تزوير ولا كذا رسمي، كله رسمي. نريد نعرف احنا منو اللي اشتكى يم النزاهه، وهذا النزاح احنا الامر مالتنا ذا بي شيء وبي غلط، هم قولوا لنا حتى نعرف شنو نجيب لكم، شنو اللي تردونه من عندنا. اغلبيتها جاي تداوم هنا مجاني، وجاي جابوا تأييد وجابوا مباشرات المدارس وانطونا موعد ينشر ملفنا من خلال التربيه، لكن شنو هذا يومك ما منشور الملف مالنا، قالوا اسبوع وثانيين اسبوع، قالوا شهر وثانيين شهر، ولحد الان تالي ما تالي يحتقدون الممثلين سيد محمد الموسوي وعلي المحمداوي، ونظل احنا ما نعرف شنو الاسماء الموجوده والاسماء اللي انتهت.